بحس إن الأنساق الإنسانية الإبداعية، أدوات التعبير، أو مثلا الكتابة أو الشعر، الرواية، الموسيقى، الرسم، كل دي ليها أبعاد إنسانية، وإن الإنسان مش بيكتمل جماليا إلى حد ما آني، اللي هو شوية هيتطور شوية هيتطور بتعمق في مجال معين من ده أو أداة معينة من دي وترك الباقي. يعني مثلا الفكرة أو الفلسفة بيضغطوا بشكل غير طبيعي على الشخصية الإنسانية، عشان ترققه لازم يكون في علاقة جمالية معينة، إنك تشوف العالم فلسفيا برضو بس بشكل جمالي، انك تقرأ شعر مثلا ويحرك المجاز اشكال معينة في الرؤية بتاعتك مثلا، يعني انك تقرأ رواية وتفهم الذات الانسانية التي تحويها، انك تعرف اشكال كتير من النظريات العلمية التي تتحدث عن البدء والنهاية والتفاصيل مش الكلية بس، إن الموسيقى تعبر عن الغامض الذي يحويك، اللي هو الغامض اللي مفهوش لغة، اللي هي تستثير اللالغوي فيك مثلا. اللي أنا أقصده من ده هو إن في أشكال كتير جدا مطروحة للذات الإنسانية إن هي تعبر عنها وتستثيرها وتشتغل كونيا وكليا بيها. وانا بشوف ان الانساق دي كلها، ان كان يسمى نسق، مرتبطة جدا ببعضها. يعني الفلسفة، القصيدة ممكن تحوي اشكال فلسفية كتير، نظرية فلسفية ممكن تحوي شطحات شعرية. يعني اقصد ما فيش انفصال بين الاشكال دي كلها.